حراس. مولاي السلطان، مولاي قالوا لي انك طالبني. ألفة خانم، طمنيني كيف صحتك؟ إلي زمان ما شفتك. بوجودك منيحة، بشكر الله وبحمده، وكمان بدعي لك بطول العمر. أنا بعرف يا ألفت بجوز كون ظلمتك وغلطت بحقك كتير، لهيك ربي ما عم بيوفقني بكل شي عم بعمله. مولاي أنا ولا مرة اشتكيت منك ابنه، ولا رح اشتكي. أنا مو زعلانة أبدا، ليش لحتى أزعل؟ القصة أني ما حبيت وقف بطريقك، ما كان بيهمني غير تكون سعيد وإني شوف وشك عم يضحك. هيك الله كتب لي إنه ما يكون عندي ولاد منك، وأنا رضيت بنصيب وقدري واقتنعت. ومتأكدة إنه غير الموت يا مولاي ما بيقدر يفرق بيني وبينك. تعالي نقعد شوي. ما بعرف شو عم بيصير معك ولا كيف عايش، بس بعرف إنه قلبك كبير. مولاي السلطان، قلبك كبير وضميرك صاحي، لهيك لا تلوم حالك، لأنه مولاي مستحيل يظلم حدا، وخاصة الناس اللي بيحبهم. إذا المشكلة مو فيني، بمين المشكلة يا ألفت؟ احكي لي بصراحة ولا تترددي. السلطانة ناهد دوران والسلطانة هيام بيحبوك وبيحترموك كتير، ما عندي شك بهالشي. الله يطول بعمره، جابوا لك صبيان بياخدوا العقل. وعطوك اللي بدك اياه، الولاد، الشي اللي ما قدرت اعمله، لأنه مو بإيدي. أنا ما قدرت تصير شريكة مستقبلك، ولا قدرت شاركك بأحلامك. كنت كتير غبي، ما قدرت شوف المستقبل مثل ما أنتو شفتو، لهيك ابتعدنا وافترقنا عن بعضنا. بجوز مثل ما أنتي ما عم تلوميني على أي شيء، أنا كمان ما بلومك أبداً. صدق اللي موجود عندك مو موجود عند أي حدا يا ألفة، أنت قلبك كبير، صدق وإخلاصك صعب كتير إني لاقي مثله. ما بتتصوري وجودك جنب خديجة وجنب أمي قديش خلاني مرتاح. قليلي كيفا خديجة؟ بفضلك يا مولاي تغيرت كل حياتها، طلع لجناحات وعم تطير من الفرح. خديجة مبسوطة كتير. انت كنت بتعرفي قصة حبها ما هيك؟ كنت بعرفه كتير، شجعت انه تحكي لك، قلت لها انه مولاي بيحترم الحب، بس خجلت وما قدرت تقلك. وانا كتمت السر معها وما حكيت لحدا. سلطانة تعالي عدي معي. وينه مصطفى؟ بالدرس، وأنا أجيت لحتى أشوف شو صار معك بالعرس. ما عم بيقولولي السلطانة الأم متابعة الموضوع، أنا بس بتصلني الأوامر. ألفت وينه؟ السلطان طلبها على جناحه الخاص. كيف طلبها؟ بعت الحاجب
وراحت معه. طيب ما عرفتي ليش؟ ما سألته. معقول تكوني غيرانة من ألفة؟ شو هالحكي؟ بس عم فكر شو بده يكون بده منا؟ كلها شوي وبتجي. أهلين ألفة. أهلا وسهلا. مزبوط إنك كنتي عند السلطان؟ مزبوط كنت عنده. حكي لنا ليش كان طالبك؟ مولاي كان حابب يحكي معي شوي وحكينا. وشو حكى؟ يعني هو في شي مزعوج منه؟ ولا شي، حكينا عن شوية شغلات بتخصه وبتخصني. سلطانة، انت عرفتي عن حفلة بكرة ما هيك؟ أي حفلة؟ السلطان قرر يعلن العرس رسميا ورح يعمل حفلة للعائلة بالحديقة. بشكرك يا ربي، أخيرا أموري زبطت. انت بتستاهلي يا سلطانة، وكلنا بحاجة لحفلة بعد المشاكل اللي مرينا فيها. إبراهيم جهز حالك، في حفلة بالحديقة الخاصة راح أعلن زواجكم وقتها. مولاي هالشي بيسعدني، بس حاسس إنك مزعوج وقلبك كتير حزين، مشان هيك بقترح نأجل الحفلة شوي لحتى ترتاح. ما في داعي للتأجيل يا إبراهيم، إذا الكل انبسطوا وضحكوا هذا الشي بيبسطني إلي كمان. مولاي إذا احتجت شي ناديلي. إذا تركتني ورحت يا إبراهيم أنا شو رح يصير فيني؟ ما رح أتركك، لأني بخاف من أي حدا ممكن يقرب منك، حتى من النسمة اللي حواليك. هلأ فيك تمشي.